عايز اروح معاكم لمليكة. مليكة هي حديث الساعة على السوشيال ميديا، وده بعد ما راحت ضحية لدهس تحت اتوبيس المدرسة. طبعا كلام كتير ونفي واعتراضات من المدرسة ومن المديرة، وكلام اكتر من اهل البنت والمتعاطفين طبعا معاها. لكن اللي يهمني في الموضوع ده كله حاجة واحدة، يا كل ام ارجوكي خلي بالك كويس جدا من ولادك، ما تسيبيهمش يركبوا الباص لوحدهم ابدا، اكدي على مشرفه الباص انها تستلم الطفل بنفسها من على الباب، واكدي على سواق الاتوبيس انه ما يتحركش من غير لما يقفل او لما باب الباص يتقفل وكل التلاميذ يقعدوا في مكانهم، ما يتحركش الا لما كل التلاميذ يقعدوا في مكانهم. الكلام يعني نفس الكلام ده برضو بوجهه لادارات المدارس، لازم يعني يوصوا ولازم يكون عليهم الباصات لازم يكون عليها توصيات كتيرة جدا. حق مليكة أكيد هيجي ومش هيضيع، بس لازم نخلي بالنا من ولادنا. ده حقيقي، يعني طبعا ألف رحمة ونور على مليكة، وربنا أكيد يصبركم. وزارة التربية والتعليم الحقيقة قدمت كمان تعزيها لأسرة مليكة، ووعدت إن هي هتحقق في الموضوع ده كله. وعايزة بس أقول حاجة بسيطة جدا، الأم أو يعني هو قدرها ونصيبها، خلاص هو يعني ده عمرها. لكن دايما بقول، أنا كنت ساكنة في الدور الرابع، كانش عندي اسانسير في البيت اللي انا ساكنه فيه، كنت يوميا بنزل اودي ابني، يعني مش يعني الباص بيجي له تحت البيت، كنت باخده وانزل ادخله الباص اطمن انه دخله، الباص اتقفل كل يوم كل يوم. ده دور الام، دور المشرفه ودور السواقين ان هم برضو يتاكدوا، حتى لو مثلا في ام مش قادره تنزل تعبانه ايا كان، لازم فعلا زي ما انت قلت يا ساره يتاكدوا خلاص. وده دور المشرفه، مشرفة انا باكد على دور المشرفة، يمكن السواق برضه هو منتبه للطريق. ايوه بس على فكره السواق احنا لما شفنا في الفيديو البنت يعني صغيره اولا نازله لوحدها من غير المشرفه ما تنزلها من الباص، ونزلت البنت عدت من قدام الاتوبيس وداس عليها مره وداس عليها تاني وما انزعجش حتى، يعني ف هي عشان صغيره برضه ما شافهاش. لكن بصي انا يعني انا بقول ان هو ده خطا جماعي من المشرفه، من خطا جماعي من السواق، من الام، يعني وعمرها. هرجع تاني اقول يا جماعه ده عمرها، البقاء لله لاهل مليكه، ويعني يا رب ربنا يرحمها ان شاء الله، ربنا يصبرهم ان شاء الله.